فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة معالي الوزير الأول السيد رئيس الجمعية الوطنية السيد رئيس المجلس الدستوري السيد زعيم المعارضة الديمقراطية أصحاب المعالي الوزراء أصحاب السعادة السفراء السادة قادة الأركان والأجهزة الأمنية السيد والي نواكشوط الغربية السيد ممثل رئيس جهة نواكشوط أيها الحضور الكريم، يشكل حضوركم اليوم معنا لتدشين المقر الجديد لوزارة الدفاع الوطني أقوى دليل على ما تولونه من اهتمام وعناية بالقوات المسلحة، كما يترجم إنجاز هذا المقر عزيمتكم في الوفاء بما تعهدتم به في مختلف المجالات الوطنية وخاصة في مجال تطوير وعصرنة منظومتنا الدفاعية والأمنية. فأنتم فخامة الرئيس من ألهم تصور وأرسى دعائم استراتيجيتنا الأمنية المتعددة الأبعاد التي لقيت إشادة واسعة على المستويين الإقليمي والدولي. فخامة الرئيس، يواجه العالم تحديات أمنية جسيمة تزداد في منطقة الساحل الإفريقي حدة وتعقيدا بفعل ما تعانيه هذه المنطقة من مشاكل اقتصادية واجتماعية وبيئية. ولقد كنتم صاحب الفخامة في طليعة من أدركوا أن إعادة تأهيل الجيوش من أولويات ضمان الاستقرار والتنمية، فعملتم ووفقتم بحول الله وقوته على وضع التصور الاستراتيجي لبناء قدرات عسكرية كفيلة برفع التحديات المحدقة، وهو التصور الذي نعمل جاهدين على تجسيده من أجل أن تتعزز مكانة قواتنا المسلحة في المنطقة كنموذج للانضباط والمهنية والشجاعة والتضحية. فخامة الرئيس، يشكل هذا المقر بحكم تصميمه المعماري وجودة تجهيز مكوناته الخاصة قيمة معتبرة ستساهم دون شك في تحسين ظروف العمل والرفع من أداء القطاع. وفي الختام أدعوكم صاحب الفخامة إلى متابعة عرض مصور موجز لمختلف مكونات المقر.